سلام دراري وبنات، من العنوان غادي تكونوا داخلين باغيين تعرفوا كيفاش تنقصوا الوزن اولا بالاحرى الدهون اللي الجسم ديالك ما محتاجهاش. فكون هاني هذا الفيديو غادي يكون هو المفتاح ديالك، ما عليك غير ضرب ديك لايك وكمل معايا الفيديو حتى الاخر الا بغيتي تفهم كل شيء مزيان. اولا نقدر نكون تعطلت عليكم شويه في هذا الفيديو بحيت رمضان داز في دابا 10 ايام او لا اكثر، المهم ماشي مشكل، غادي تكونوا عارفين شي حوايج وانا غادي نكمل المعرفه ديالكم وغادي نبين لكم بزاف ديال الحوايج تقدروا تكونوا ما عارفينهمش اولا غلطين فيهم. للاسف الدهون اللي في الجسم ديال الانسان هي سبب بزاف ديال المشاكل والامراض ملي كيكبر بحال القلب والسكر وزيد وزيد. داكشي علاش من الاحسن تحاول نقص الدهون من الذات ديالك، وربي عطانا رمضان كفرصه خاص نستغلوها باش نقيو الذات ديالنا. فراه اليوم ما جيتش نقول لك الوقت ديال لونطريمون حيت راه ديجا الا كان عندك الدهون في الجسم ديالك راه باينه، وقلت لكم في الفيديوهات اللي دازو خاصك تمشي قبل الفطور. الا كنت كتمشي قبل الفطور مزيانه كاع، ولكن اليوم جينا نهضروا على الماكله. وكون هاني تبعت هادشي اللي في هذا الفيديو غادي ينقص الوزن ديالك وغادي تحيدو الدهون. فاول حاجه الفطور، الجبل اللي غادي تاكل مور النهار كامل ديال الصيام، فغادي تفرق الصيام بتمره وكاس ديال الماء كيف العاده، وغادي تاخذ الشوربه اولا الصوبه اللي كتكون ديال الخضره اولا اي حاجه بغيتي نتايا. غادي تاخذ زلافه ديال الشوربه اللي حاول ان الكميه ديالها تكون قليله، ماشي غير الكميه اللي غادي تشرب وانما حتى المكونات ديال ديك الصوبه يكونوا قلالين. لحد الان راه حنا غاديين مزيان وكلشي مريقل. والزوين في هادشي اللي غادي نقول لكم هو انك دير واحد التهيئه المعده، يعني ماشي غير كتجي وكتبدا غير تاكل وتصدم في المعده. ديك النهار كامل ديال الصيام كتهيئ المعده ديالك للماكله وما كتضرش راسك، فباغي تنقص ديك الدهون تساوي غادي تضحي. لذلك مور هادشي كامل خاصك تجلس من 10 حتى 20 دقيقه عاد غادي تاكل. مور هاد 20 دقيقه هي اللي غادي ندخلوا في الفطور، واول حاجه غادي تاكلها هي الشلاضه. الشلاضه حاول تبدع اولا غير الشلاضه المغربيه اللي كناكلو ديما راه كافيه، حاول غير يكون واحد التنوع في الالوان ديال المكونات باش الجسم ديالك ياخذ المعادن والفيتامينات اللي محتاجها طريقه اللي مزيانه. من بعد هادشي كامل غادي تاخذ وجبه اللي غادي يكون فيها شويه ديال الكارب وبروتين بحال الرز والدجاج او البطاطا حلوه، مهم كميه ديال الكارب تكون قليله. واي حاجه قلت لكم فحاولوا الكميات يكونوا قلالين، ما تكثروش بالكميات بزاف باش ما تدوزوش السعرات الحراريه اللي خاصين. سالينا وجبه الافطار اللي كانت خفيفه ومزيانه للمعده، وما تنساوش الماء ضروري قبل، حاولوا تشربوا الماء قبل الوجبه وبعد الوجبه. من بعد غادي ندوزوا للوجبه الاخرى في النهار اللي هي السحور. نفس الحاجه حاولوا تدخلوا كاع العناصر الغذائيه، ولكن ركز لي على جوج حوايج اللي مهمين بزاف. الحاجه الاولى كارب، الحاجه الثانيه الماء. غادي نبداو بالماء. الجسم ديالك مور الفجر ما غاديش يدخل الماء، يعني في السحور خاصك توفر له واحد الكميه، ماشي بانك تشرب غير الماء ولكن تاكل الفواكه الغنيه بالماء اللي غادي يدير لك واحد في الجسم ديالك، وهادشي غادي يخليك ما تعطش وغادي يخلي الجسم ديالك مزيان وغادي يحميك حتى من الجفاف. اجي ندوزو للكارب. دابا ما غاديش ناخذو كميه اللي قليله من الكارب، لا، حيت الجسم ديالك في النهار غادي يكون محتاج الطاقه اللي غادي يوفرها له الكارب. داكشي علاش زيد الكارب اللي يكون معقد بحال الشوفان بطاطا لي بات، هكا غادي تكون عندك واحد الطاقه وما غاديش تجوع دغيا. غير واحد النقطه، انا بالنسبه ليا كنفضل الدهون الصحيه في السحور بحال البيض اللي غادي يعطيك واحد الطاقه ويعاونك في النهار ديالك وغادي يعاونك حتى في الريكوفري وغادي يخلي الجسم ديالك مزيان. حاولوا تدخلوا البيض في النظام الغذائي ديالكم.